بس خلينا نبدا بكاس العرب والنوستالجيا ومواجهات مصر وتونس كمان والنتائج كانت ايه. خلينا نعرف من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. 30 ثانيه كده عايزين نقول التاريخ زي ما بيقول تاريخ العظيم نادي الاهلي، زي النهارده جاي نتكلم عن الدوله العظيمه بلدنا مصر وتاريخها العظيم الرياضي والسياسي والفني والاجتماعي. الارشيف ده يعني حاجه عظيمه، مش بيؤرخ بس الرياضه في مصر والعالم، لا ده بيؤرخ الحياه الاجتماعيه والسياسيه طبعا. والفنيه، اشخاص، عمالقه، ناس ضحوا، حروب، ناس ضحوا، شهداء، كل حاجه التاريخ بيتكلم عنها. لكن يمكن احنا هنا بنتكلم عن الرياضه، لكن الارشيف ده شيء عظيم طبعا. بيؤرخ كل شيء عن الدوله، وزي ما احنا بنقول ملوش ماضي ملوش حاضر، ده الماضي والحاضر وهو التاريخ. عشان كده نقول الناس اقروا، تعلموا، تثقفوا، اللي بيحب حاجه يقرا فيها وتشعب فيها. دي مقدمه بسيطه يعني، بس زي الفل. الله يكرمك. لكن لو اتكلمنا بقى عن النهارده عن الموضوع بتاعنا، في 1963 كانت فكره ازاي القوميه العربيه وانهم يجمعوا العرب مع بعض في حاجه لا تجمعهم مع بعضيهم، اي خلافات ممكن تجمعها الرياضه، زي ما بيحصل الرياضه بتبعد عننا الخلافات، وحاجه كويسه قوي. في 1963 فكروا ان يعملوا اول بطوله باسم مسمى يعني كاس العرب، بطوله عربيه كانت بتخش كمان في الدوره العربيه، حاجات كده. بعد كده اندمجت بقت حاجه اسمها دوره عربيه، مش كره قدم بس، ده كان في دوره عربيه فيها سله وطايره وهوكي وسباحه، كل الالعاب تحت مسمى الدوره العربيه وليس كاس العرب فقط. لكن قلنا 63 كان خمس دول اشتركوا، هنا عندنا سوريا والكويت والاردن ولبنان، يعني اربع خمس دول قالوا نقول فكره نعمل ايه؟ بتوع عربية 63، احنا ما اشتركناش. يا باشا كمان مع المرحلة الزمنية دي كان الفكر الاشتراكي هو اللي طاغي، وكانت وحدة بين دول كتير زي مصر وسوريا في وقت من الأوقات. تمام يعني ماشية مع الفكر ده. هو كان فكر العروبي حلو. العروبي يعني فكر العروبي. كان فكر حلو. وما بين بقى زعل وانبساط وتقريب وجهات نظر، ودي كانت يعني مش عايزين نقول ان السياسة كانت بتخش ساعات في أدوار كثيرة قوي في البطولات دي. المهم احنا كنا بنتكلم كتاريخ بداية البطولة. لكن الاشتراك الفعلي لمصر، لان قعدت حوالي 25 سنه بعد كده اتعملت دولتين ووقفت 25 سنه برضه للظروف ومقاطعات وحاجات كتير قوي. المهم ان احنا جينا في 1988 بدانا بقى الاشتراك الفعلي لمنتخب مصر، ها، انه يشترك كنوع من توطيد العلاقات المصريه العربيه بعد انقطاع دام حوالي 8 سنين، ها، ما بين الاشقاء وكده. فقلنا نعمل حاجه حلوه، وكنا رحنا عملنا بطوله فين؟ في 1988 في الاردن. الأردن بقى في عمان استضافوا ايه الدول العربية الجميلة، وهنا عندنا عاملين كده يعني زي جدولة كده يعني المجموعتين اللي كانوا بيلعبوا، عاملين نظام مجموعتين حوالي 10 فرق. واحنا كنا بقى معانا بقى لعيبة كبيرة قوي بقى، كابتن أيمن شاو، كابتن طاهر أبو زيد، كابتن عماد سليمان، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن نادر السيد، تشكيلة يعني. كنت عايز أسألك مين أبرز النجوم وقتها، بس كل الأسامي اللي بتقولها دي نجوم، فيعني صعب إن احنا يعني كابتن أيمن شوقي، كابتن أحمد الكاس. وبعدين خد بالك احنا خرجنا البطولة دي كان أول بطولة نظهر فيها بشكل كبير بعد البطولة الكبيرة اللي خدناها في مصر العظيمة 1986 لما توقفنا عنها المره اللي فاتت، لما كنا على كاس الامم وقلنا كابتن الخطيب وكابتن ثابت البطل وكابتن مصطفى عبده، ها، اعتزلوا لعب دوليا من بعديها وختموا، قالوا ده كفايه احنا كده تمام، هنكمل سنتين ايه في محلي وخلاص، وقفنا عند الحته دي. فكاننا سبحان الله اتنقلنا من غير ما ناخد بالنا لاول بطوله 88 كاس العرب، ودي كانت بطوله مهمه جدا، لانها البطولات دي هي اساسها بتعمل نوع من الاخوه والمحبه ما بين الدول العربيه. البطولة بتتعامل، البطولة اللي فاتت، البطولة اللي كلها بطولات يعني وجهات النظر. بس هي بطولة عريقة طالما ابتدت في منتصف الستينيات، ومع هذا في ناس كتير، بالمناسبة أنا واحد منهم، أنا كنت فاكر إن دي بطولة مستحدثة يعني، لا هي الفكرة ظهرت مؤخرا، لكن اتضح إن لأ. لا بطولة عظيمة، ده على فكرة كمان إحنا هم طوروها كمان، كانت في الأول بطولة خمس ست فرق يلعبوا مع بعض ويعملوا بطولة عربية، الدول العربية مع بعضها. لكن بعد كده الفترات بقى في الثمانينات والتسعينات والالفينات بقت فكر تاني، بقوا يلعبوا كل الالعاب وليس كره القدم. عندي هنا بطولات 88 بعد كده، وبتقام كل سنتين وكل ثلاث وكل حسب الظروف
كنا بنعمل حاجه اسمها البطوله العربيه، زي مثلا البطوله الافريقيه اللي اتعملت في مصر في اول التسعينات ومصر نظمتها في كل الالعاب اسمها الدوره الافريقيه. لا هو كريم كان بيتكلم علشان اول سنه تبقى تحت يعني تنظيم الفيفا، فده الاختلاف برضه. تمام، وده ما هو ده ادها بقى رونقها اكتر، وادها كمان ان بعض الدول اللي كانت بتفكر تفكير سلبي انها ما تخشش لا بقت تخش عشان تشترك. دي بطوله اهي. احنا لو ليه ممكن دول تبقى بتفكر تفكير سلبي انها تدخل؟ لا السياسه برضو ما بتسيبش حاجه. والله هي يعني مصير بطني بتتلخبط عادي يعني. واحنا شعوب كلها عاطفيه يعني. طيب. ارجو ان احنا نجيب من الاول حاجه 63. انا في الورقه بتاعت اللي هي 1963 المانشيت كان فيها ايه؟ طيب اللي هو ان اول مره يعني في 1900 تشترك الدوره العربيه الاولى اللي هو ده. اه في اول ورقه عند حضرتك ان هو هي. اه طب نحاول نجيب المانشيت ده يا جماعه. تمام. اول حاجه عشان نبدا بالتسلسل وبرضو ايه المشاهد يبقى متابع معانا، ان احنا بنجيب بنؤرخ وليس شويه صور جاي منها، احنا بنجيب الاصل، احنا ما بنجيبش حاجات من على النت. القناه هنا نظامها الاصل عندنا. الاصل عندنا، ودي وثيقه، دي وثيقه مهمه جدا جدا لتاريخ التاريخ. فعايزين نتكلم ان في 88 بقى لعبنا كام مباراه حلوين قوي. اول مباراه لعبنا مع السعوديه وكانت السعوديه داخله بالناشئين، وخد بالك ان برضو دي يعني حاجه تحتسب يعني ان اغلب البطولات العربيه ما كانوش بيشتركوا بالفريق الاول. تملوا يشتركوا بالفريق الاولمبي، احنا اشتركنا كذا مره بالفريق الاولمبي، بالفريق الثاني، ما بيشتركوش يعني بالقائم الاساسي للفرقه. فلعبنا مع السعوديه كانت بتلعب وعملنا مفاجاه ان احنا تعادلنا معاهم، هم السعوديه عملت ماتش عظيم. دوله شقيقه يعني احنا كنا بالفريق الاول وهم كانوا احنا يعتبر يعني 90% 80% بقى. كان عندنا نجوم كبيره وصلت. كابتن جمال عبد الحميد، كابتن عماد سليمان، كابتن ايمن نجوم كبار. لعبنا اول مباراه اتعادلنا مع السعوديه 0-0.